هنعمل الطعميه. الطعميه دي احنا بنعملها على طول بالفول المدشوش ده، صح؟ اللي هو الفول اللي احنا بندمس بس متقشر. طبعا هو بنجيبه كده من عندنا هنا في مصر، موجود المفتوح لوحده كده بالشكل بتاع البصاره بتاع الحاجات دي. احنا لو ما عندكوش ممكن ننقعه ونقشره ونفصصه، خلاص بالشكل كده. طيب جالنا بقى قريب اللي بيعملوه السوريين، بيعملوه بالحمص بس. يعني احنا من زمان ما كناش نعرف الحمص ده في الطعميه خالص، انما دلوقتي بيعملوه بالحمص بس. انا ضفت بقى الحمص على الفول، الاثنين على بعض تحفه، وحطيت لها كزبره خضراء. انا هعمل لك طعم تاني للطعميه بس جامد جدا. هنعمل ايه؟ بص بقى، انا عندي هنا بسم الله هناخد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوية فول منقوعين. قال انا انقعاها ساعتين ثلاثة يعني او اربع ساعات مثلا، انقعيها كده وبعدين صفيها، بس ما تنقعهاش قبلها بيوم، بتبوش قوي، لا عشان تطلع معاكي مقرمشة وحلوة كام ساعة كده قبليها. ممكن بس العدس هو الحمص اللي يبقى قبليها بايه، بليلة، عشان الحمص ده قوي قوي. ومنقوع مش مسلوق، ركزوا، منقوع مش مسلوق، خلاص. فانا هعمل ايه، شوية طعمية كده اهو، فاطحنهم دول الاول وبطريقه حلوه قوي وسهله. بأطحن قوي قوي كده فول مدشوش من غير القشره، منقوع كام ساعه، حلو ومتصفي. الحمص ممكن قبلها بليله ننقعه ونصفيه. اقلب بس بالمعلقه عشان اللي بيطلع الحرف ده ننزله. ممكن احط معاها ايه، بصلايه مش كبيره، صغنونه، بصلايه صغيره، تمام. وحطي فصين توم، انا عندي مفروم فحطيت مفروم مش مشكله. خلي الكزبره مش دلوقتي، انا عايزه اخد ترتيب كده في الحاجه عشان تبقى ايه، مش عايزاها تبقى ميه. تمام يا ولاد، تمام تمام تمام، سهلة وبسيطة كده. ايه، فول فول وحمص وبصل وثوم، فول وحمص وبصل وثوم، حفظنا. كده حطيت كزبرة خضرة بس، مش كل الخضرة، حطيت كزبرة خضرة بس. يلا حطهم كلهم، يلا حزمة على كوباية، على كوباية وكوباية، يعني كوباية فول مدشوش، كوباية العدس، على بصلات صغيرة، على أربع خمس اسم الثوم، على حزمة. الحزمة دي يعني حوالي كوباية، يعني الحزمة دي حوالي كوباية. بصي بقى، ممكن هتعوز مننا سنة مية، سنة مية، مش اوعي تكفري المية اللي هتعملك باشر. أنا سنة مية، لو أنا المنقوع ده منقوع جامد قوي ما بيعوزش ميه خالص، لما يكون منقوع، اما يكون منقوع حبه صغيرين لا بيعوز معلقه او اتنين ميه، انما لما يكون منقوع كتير بتلاقيه باش لوحده مش بيحتاج منك ميه خالص. فانت موضوع الميه اللي انا بحطه على الطعميه ده بيرجع لك انت، انت شايفه قوام العجينه ايه، لو ناشفه قوي لا لازم نديها طراوه بمعلقه ميه او اتنين مش اكتر. تمشين تمام زي العجينه، فوري العجين كده. طبعا الطعميه دي انت ممكن تعملي مثلا كميه وتزيد منك، مش هتعملي كل الكميه طعميه، ده كتير هتبقى قوي، كتير قوي، اكياس في الفريزر بقى بس من غير توابل. لو انا مثلا هيزيد مني لا انا هعمل كل دول، ما عنديش اللي ياكل كل ده، انا هعمل كميه قليله، تعملي اكياس صغنونه في الفريزر بقى. يعني بصي هنا ناشفه، فانا هديها ايه، معلقتين ميه كده تعجنها لي، تعملها لي عجينه فوران شويه. طب انا هعمل كل ده النهارده، احط التوابل معاها، احط شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، سنه كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم، مش حد كان سالني السؤال ده بيقول لي الكربوناتو هو كربونات الصوديوم، ايوه بيكربونات الصوديوم هو الكربوناتو، سنه فلفل اسود كده، او لو مش عايزه بلاش هي كفايه كمون وملح، املحها بقى ايه اظبطها. ده التوابل دي لو انا مش هشيل حاجه في الفريزر، لو انا هشيل حاجه في الفريزر ما تبلش عشان ما تغمقش منك. متفقين؟
ان شاء الله. بس ايه الحلقه النهارده عسوله جدا، ان انا على فكره بحب الفطار اكتر من الغدا اصلا. معلقه ميه كده، معلقه عشان ما تبوش منك. كده حلوه قوي، وحاولت بس ايه اللي حصل فيها، عشان انا هربطها هنا دلوقتي بايه بقى. انا ما عنديش عيش، معلقه دقيق واحده على الكميه دي كلها، معلقه دقيق واحده ماشي. انما انت عندك مثلا على دي ممكن تاخد رغيف عيش بلدي ممكن. افتكرت رحت سمك. معلقه دقيق واحده انا ممكن اعملها طبعا كده عادي، بس ضمانه ليكي هي معلقه دقيق واحده كده او رغيف عيش هتبليه وتعصريه. حلو قوي. زي ما بيعملوا في المطاعم. تعالي بقى هنا كده هنحمر بقى كمنا، نعمل عامله جامده. هناخد بقى كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده حسب طبعا حجم الطعميه اللي انت عايزاها قد ايه، ونظبط شكلها كده. انا حاطه لها معلقه دقيق، او زي ما قلت لك لو حطيت لها رغيف عيش فينو عيش بلدي بتبقى احلى، ومش كبير، مش عيش، مش الرغيف الكبير. بنقدنا كده سمسم، الزيت سخن، سخن عادي مش مقدوح. قرص طعميه، يا سلام يا سلام على الكمال والحلاوه. تمام اهي. هطلع بقى فاصل دلوقتي وهعمل زي ما انتم شايفين، انا واحد بس قدامكم كمان اهو عشان يبقوا كلهم قد بعض. ظبطي شكلها. دي معمول بالايه؟ راح فين؟ معمول بالايه؟ بالحمص والفول اوعي تقدحي الزيت زي الراجل تقولي وهو بيقدحها خالص. مالناش دعوه، مالناش دعوه اطلاقا، هو حريف في مكانه، واحنا ايه يا دوبك هنعمل الطعميه دي مش كل يوم يعني. هخليها كده فتره على النار تاخد ايه قوامها الحلو. شغال هيكفي؟ ماشي هينفع. اوكي معاكي يا ولدي. تمام كده اهي. بص الطعميه بقى جامده جدا ما شاء الله عليها، يعني ايه بتنفش ازاي طبعا من الكربونات اللي فيها، بيديها نفشان حلو كده. خلاص